كابتن، خلينا نبدا مع حضرتك. وفوز النادي الاهلي بثلاثيه امس، بعيدا عن اي بقى اراء فنيه حضرتك سمعتها خلال من بعد المباراه لغايه دلوقتي، راي كابتن خالد جد الله في المباراه ككل؟ المباراة الحمد لله الهدف منها ان احنا كنا نكسب، ناخد 3 نقاط صحيح. تصدرنا بيها المجموعة، وده اللي قدر لعبة النادي الاهلي الهدف الاهم دائما يعني الحمد لله. ولكن الاداء غير مقنع تمام، يعني انا برضو الماتش ما انبسطتش منه، بالذات الشوط الاولاني. الشوط الثاني اتحسن شوية لسه، بس انا كنت متوقع ان العرض يعني هيبقى مش يعني انا عذر اللعيبة، لان قصة الاجازة برضو اللي قبل الماتش فترة كانت طويلة شوية يعني بالنسبة لي أنا، فأنا كنت متوقع أن العرض هيبقى كده. أوكي. وكنت بدعي ربنا أن إحنا ربنا يكرمنا بالثلاث نقط، فمش مهم الـ 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 الأداء. يعني الأداء الشوط الثاني اتحسن شوية، ولكن في الحدود بتاعة النواحي البدنية عند اللعيب، لأن أنا شايف أن برضو النواحي البدنية عندنا لسه إحنا واصلين 60-65%. طبعا محتاجة تعلى مع مرور الوقت، الاداء والعروض والاداء هيبقى احسن بكتير جدا لما اللعيبه تكتسب النواحي البدنيه بشكل كويس. من وجهه نظرك متى؟ على كاس العالم للانديه. يعني احنا والحمد لله ان الماتشات اللي جايه على مستوى الدوري او يانج افريكانز بطوله افريقيا، لا نقدر نعديها بشكل كويس بخبرات اللعيبه، بامكانياتهم، بالنواحي المهاريه اللي عندهم، بالحلول الفرديه اللي عندهم، انما هيوصلوا لشكل احسن واداء احسن، وده المهم على كاس العالم للانديه بالظبط. ولكن انت عندك 3 مباريات ورا بعض، سواء سموحه، يانج افريكانز، ثم مباراه اخرى في الدوري قبل كاس العالم. ايوه، حتى يعني ما انت برضو محتاج زي ما حضرتك قلت ان احنا نكسب الماتشين او ماتشين الدوري وماتش الافريقي باذن الله. المكسب انا بتكلم، احنا عشان دايما النادي الاهلي بيبقى في حاجتين في ميزان واحد، ازاي تكسب وازاي تأدي بشكل كويس. المكسب باذن الله مش هيبقى فيه مشكله باذن الله في الـ3 مباريات دول. الاداء هو اللي ممكن يبقى على فترات، يعني ممكن نشوف شوط كويس وشوط تاني يعني شوط اقل شويه، او الاداء بس بينزل. هو لو الاداء يا كابتن، لو احنا هنا بنتكلم على النواحي البدنيه من هي قليله من وجهه نظرك، فمعنى كده ان الشوط التاني يجب ان يكون اقل من الشوط الاولاني، ولكن اللي احنا شفناه العكس امبارح، ان الشوط التاني افضل بشكل افضل من ناحيه الاداء. أوكي. مش من ناحيه الجري، وبرده الشوط الاولاني نسبه الجري ما كانتش بشكل كبير، يعني اللعيبه خلال الشوط الاولاني ما بذلوش مجهود كبير ملاحظ ان هو يبقى بالنسبه للنواحي البدنيه يكونوا فقدوا كتير جدا من المخزون بتاعهم، لا هم ابتدوا بريتم نقدر نقول متوسط، عشان كده الشوط الثاني اتحسن في ناحيه التحركات، من ناحيه احراز الاهداف، استغلال الفرص اللي جت، ودي بترجع برضو لخبره اللعيبه. فبالتالي بالنسبه لك انت شايف ان ده خبره اللعيبه وليس ماتش امبارح. حلول فرديه عند اللعيبه، لان انت لو رجعت الـ3 اهداف اللي احنا جبناهم، الهدف الاولاني بتاع كهربا، امام بيشوط في الجون، هو ما كانش عاملها الكهربا، هو كان بيشوط في الجون، ولكن كهربا واقف في مكان كويس جدا، ديفنس طبعا بتاع الفرقه الثانيه كان مغطيين الاوفسايد، مغطي الاوفسايد، فكهربا قدر ان هو يحرز الهدف بدماغه. الهدف الثاني بتاع كهربا بتاع صلاح محسن، ثالث حسين الشحات الثاني، برضه شوطه وارتدت من الجون، وحسين قدر يجيبها برضه من زاويه ضيقه كانت صعبه جدا، بس صحيح. حسين طبعا بمهارته العاليه قدر ان هو يجيب الجون. والجون الثالث قفش عملها حلو قوي، تشيب من فوق السردباك بتاع الفرقه الثانيه، صلاح محسن ركب الكوره كويس وجابها جون. من المكاسب اللي انا كنت بتكلم عنها في بدايه الحلقه صلاح محسن. طبعا شايف ده يعني الهدف، هو حتى خصوصا بعد ما طلع وقال ان هو اوضح ان هو يعني، انا برضو بشوف ما اعرفش، واسال حضرتك، يعني استاذنا في هذا الامر، انا لعيب بقالي كتير قوي ما لعبتش كوره، ما لعبتش مع الفرقه، ونزلت جبت جون، اروح للجمهور اقول لهم هش، اعتقد ان ده تفكير مش جيد. هو صلاح يعني وانا قاعد بتفرج شفت ان صلاح وهو بيعمل كده، يعني انا قلت له برافو، لان انا متاكد ان هو ما بيعملش كده لجمهور الاهلي، هو بيعمل كده للناس اللي بتنتقد أدائه
او بتنتقد وجوده في النادي الاهلي. وجهه نظري ما اعرفش وجهه نظري. لا انا افسرها زيك بالظبط لان هو يعني انا قاعد ما شفتهاش ان هي ان هو بيقول كده لجمهور الاهلي ابدا. ايوه بالظبط. اه لا يعني هو اكيد ما بيقولش كده لجمهور الاهلي لان يعني هو عارف قيمه جمهور الاهلي. هو جمهور الاهلي السند الكبير بالنسبه لكل لعيب. صحيح. ولكن يمكن زي ما انت فسرتها وانت فسرتها طبعا تفسير كويس جدا من الجانب الايجابي ان الناس اللي بتنتقده او اتكلمت عليه في الفتره الاخيره فهو بيقول لهم كده. بس يعني كان برضو يعني كان ممكن يعدي الموقف برضو ما يعملش كده بحيث ان يعني يطلع الناس من ان هي تقعد تحل وبيقول كده لمين لجمهور الاهلي ولا مش لجمهور الاهلي ولا لا. بس اصل هو انا بشوفه كابتن يعني قليل قوي ان انت تلاقي او مش قليل انا ما شفتش ان حد بيروح لجمهور بعد ما خصوصا بعد فتره طويله بعيد عن بلاش جمهور الاهلي اي جمهور في العالم ويروح يعمل معاهم كده يعني. الكسندر ارنولد في مباراته امام مانشستر سيتي عمل كده لجمهور مانشستر سيتي. ده الوضع الطبيعي مش الجمهور بالظبط. فهو لما بيعمل كده مليون في الميه. انا بقول لحضرتك وانا قاعد ما فسرتهاش غير كده بجد والله ما فسرتهاش غير انه صلاح بيقول للناس اللي بتقول كذا لا انا جمهور الاهلي معايا هو واقفين معانا وكل حاجه. وجهه نظري يعني انا شفتها كده. لا طبعا عندك حق. هو كان المفروض يعني يبقى مبسوط قوي بالهدف اللي هو جابه. هيديله ثقه كبيره هيرجعه حتى لو كان هدف سهل. بالظبط كده. هو الهدف سهل طبعا. ما انا بقول لحضرتك حتى لو كان سهل بالظبط ولكن هدف قدر ان هو يهدف وقدر ان هو ترجع له الثقه بعد كده. والناس اصل كمان جمهور النادي الاهلي كان مستني من صلاح كتير يعني. صحيح. فربنا يكرمه في الماتشات اللي جايه يعني. رايك في الطريقه الفنيه اللي بيدير بيها مارسيل كولر المباريات خلال الفتره الاخيره؟ تحليلي في الحته دي معلش هيبقى مختلف لا شويه. السنه اللي فاتت مستر كولر ابتدى ببطولات من الاول. بدايه الموسم 5 بطولات وبدايه مشواره كانت بطوله. صحيح. السنه دي مختلفه بالنسبه له او من ناحيه تحليلي انا للوضع. ليه؟ لان هو ابتدى الموسم بخساره بطولتين. البطولتين دول حطوه الخساره حطوه شويه تحت ضغط. فهو محتاج من وجهه نظري برضو كمشجع للنادي الاهلي سيبك بقى من ان انا كنت لعيب كوره ولا حاجه كمشجع ان هو محتاج حاجتين مهمين جدا للظروف اللي حصلت في بدايه الموسم السنه دي خساره البطولتين دول. نمره واحد تركيزه يزيد بشكل كبير جدا من ناحيه تحليله للفرق اللي النادي الاهلي هيلاعبها من ناحيه تشكيل من ناحيه تغييرات من ناحيه قراءه المباريات عشان يقدر يحط النادي الاهلي على السكه على التراك المظبوط. دي نمره واحد. نمره اتنين شويه ابتكار يعني شويه حاجات جديده نبتدي نشوفها غير السنه اللي فاتت. يعني مثلا انا لما بتفرج على فرقه النادي الاهلي بالذات في الكور الثابته قرانر فاولات اوتات مفيش اي حاجه بتتعمل. انا نفسي ان انا اتفرج على فرقه النادي الاهلي ومدرب كبير زي كولر لازم نشوف كورنر بيتعمل في كان بيعمل. انا كنت من فتره ابقى قبل التوقف الحقيقه انا شفت كذا كرة عملها ممكن بشكل قليل في اكتر من كده بس لازم يكررها. في الكور الثابته في حاجات كتيره اكتر من كده لازم يكررها ولازم هو ده الابتكار. فهي بس النقطتين دول بدايه الموسم السنه دي مختلفه عند كولر غير السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ابتداها باحراز بطولات. السنه دي في بطولتين راحوا في بطولات جايه كتير مش عايزين حاجه تروح مننا فيها باذن الله.